جانا تليفون. الله 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 الله، تليفون تهنئة بالبرنامج ومن صديق من فنان كبير عرف يعيش كل المواسم. يعني لما هو ظهر في مرحلة يعني كان صاروخ، كان حضوره مختلف عن كل المدارس الفنية الموجودة، واستمر وهو حتى الآن. هو نجم النجوم صديقي العزيز مصطفى قمر، منور. ألو؟ أيوة حبيبي، إزيك؟ إزيك يا مادلين، عاملة إيه؟ مبروك. الله عليك، الله عليك. مصطفى، أنت ظهورك الأول كان في التسعينات. مظبوط. ما شاء الله. الأول أنا ببارك لك على البرنامج الجميل بتاعك الأول. أشكرك. وببارك لك على كل الحاجات الحلوة اللي بتعمليها في السينما والمسلسلات. الله يخليك، شكراً شكراً. يعني ممثلة من العيار الثقيل. الله يخليك، الله يخليك. انت اللي خطير جدا، انت اللي ممثل من عيار تقيل، لانك بتمثل وكانك لا تمثل. اصعب مدرسه اللي هو التلقائيه، في كل افلامك حضور طاغي بسيط. قدرت تحافظ على هذا السر الجميل من نجوميتك المهمه من التسعينات وما زلت تنافس على الساحه، في وصفه سحريه كده؟ هو والله انا عايز اقول لك على حاجه، انا لما بدخل اي عمل حقيقه ببقى نفسي العمل ده يفضل موجود حتى بعد ما اموت. يقولوا الله، بص ده كان، ما اعرفش الفنان ده حاجه غريبه قوي، يقول صحيح. انا عايز اسيب تاريخ. الله، طب يعني معنى كده انه مهتم جدا ان هو لما يروح عند ربنا توفى يسيب حاجه الناس بتحبها، بيعلمهم بيها حاجه، واضح ان الحكايه دي حاجه برضو يعني بتبقى موجوده في الفنانين اللي هم المهتمين. ما شاء الله عليك. ربنا لما بيدي حد موهبه مش بيديها له عشان يحتفظ بيها، لازم يطلع، لازم يوريها للناس الثانيه ويشارك الموهبه العظيمه دي. انا لما اجي ابص على تاريخ الاستاذ عبد الحليم حافظ الاقي انه الافلام هي الشريط اللي حفظت عبد الحليم حافظ لما الاغاني ما عادتش، لما الراديو ما عادش هو الوسيله الاولى، وده ضمن مظبوط خلوده. انت عارفه كمان ان الاغاني افلام عبد الحليم لا تتعدى ال 15 16 فيلم حاجه كده. طبعا طبعا يعني طبعا طبعا. يعني انا عايز اقول يعني بجد رساله لكل الاجيال اللي طالعه، الموضوع مش في الكم، الموضوع في الكيف. وعندي دليل على الحكايه. صحيح. مايكل جاكسون بتاريخه كله هو عباره عن 6 ألبومات. يا سلام يا سلام. بس ألبومات اتعملت ازاي؟ ما كمان هو ده السؤال. تفاكر كانوا يقعدوا بالساعات وبالايام طبعاً عشان يطلعوا اغنيه؟ تريلر قعد 5 سنين، تريلر البوم تريلر قعد 5 سنين. يا سلام يا سلام. ده موضوع ما هو ده الشغل، هو ده طبعا. طب احنا طبعا مش معقول يكون معانا مصطفى قمر وبيبارك لنا بالبرنامج ويسعدنا. انت من 4 لـ 5 انا توقعت تكون نايم، كنت خايفه لما قالوا لي مصطفى قمر، مصطفى قمر معانا هو اللي هيبارك. الله، هو صحي مصطفى قمر؟ طبعا انا صحيت. والله طب برافو، عندنا سمعه مش حلوه ان احنا نايمين. ممكن تدخلوني بقى على البرنامج الجميل ده عشان ابارك لاختي الجميله الفنانه الجميله مادلين على برنامج الله يخليك، من خلالك بقى كده يعني يعرفوا حاجات كويسه، يعرفوا حقيقي معلومات شويه عن الفن. طب فاذا خليك معانا، يعني لازم تحضر الحلقه من 4 لـ 5 لانه موضوع اجتماعي هيعجبك جدا، خصوصا انك انت اب. انا شفتك ايه الاب الرائع القمر ده، عايزين نسمع حاجه بقى. يلا ربنا يخليكي، ده بس من ذوقك هسمعك حاجه. يا ريت. هسمعك غنوة، انا قدامي البيانو في البيت اهو في الريسبشن، هسمعك اغنيه بحبها. يا سلام. هسمعك مع الاغنيه الجميله دي. من برد الليل وحنين حضنك دفيني، خبيني خبيني
الله. من كل الناس وانا حسألني فين هتوديني قلبي من رب الصبح ليالينا خلينا ننسى الموت من حوالينا خلينا نهرب من خوف ليالينا خلينا ننسى الموت من حوالينا كفيني كفيني. أشكرك مصطفى قمر. احنا محتاجين الرومانسية، محتاجين الصوت الحلو ده، وعايزين نبقى. انت مش قلت ممثلة من عيار تقيل؟ انا وزني بس 60، مش عيار تقيلة قوي. لا ده انت قمر القمرات وجميلة والله العظيمة مدلين اما اديكي كده خالص. يعني بصي الشباب شباب القلب اصلا. أشكرك، كانت مداخلة جميلة، والمحور طبعا محطة منورة بوجودك أستاذ مصطفى، وأنا طماعة يمكن بعد كده نطمع تكون معنا شخصيا. شكرا، وشكرا للأغنية للبيانيست اللي رافق حضرتك. أنا اللي كنت بلعب. لازم تتفرج على الحلقة. اوكي، على فكرة أنا اللي كنت بلعب بيانو يعني. على أنت اللي كنت بتلعب بيانو. اوكي، لا دي تحية أكبر وأكبر. أنا عارفة بتلعب جيتار، ما كنتش عارفة إنك بيانيست كمان. لا وشوية بيانو خفيف كده، خفيف. برافو برافو. مصطفى قمر نجم النجوم، نجم الشباب، أشكرك للمداخلة وللمباركة.